تصويره متوسطه للجمال تضيع يلمها تاني الغنام ويحرزها الغنام. 9 نقاط 64 55. عمر هشام حاول الدخول على الباسكت خرج بره تاني محمد صلاح. معتز عكاشة 8 ثواني على زمن الهجمة وتصويبة ثلاثية وتضيع ولمها الغنام لكن أحمد الصبا لكن في خطأ في خطأ حضراتكم هنشوفه رميتين أحمد الصباغ يقول ما أنا ما لمستش الغنام رميتين للوس 64 55 هيقلص النادي الاهلي الفارق يضيع الرميه الحره الاولى محمد الوسي الرميه الحره الثانيه يحرز 64 56. خطأ شخصي على رامي ابراهيم من نادي الزمالك رميتين للغنام يضيع الرمية الحرة الأولى الغنام ويحرز الرمية الحرة الثانية 64 57 محمد صلاح لرامي لمعتز عكاشة 42 ثانية أحمد الصباغ محمد صلاح دخول على الباسكت يخرج لرامي لعمر دخول على الباسكت من عمر ويحرز نقطتين عمر هشام 66 57 9 نقاط وقت مستقطع للنادي الاهلي كابتن طارق خيري متمسك بالامل في المباراة ما زال لسه 28 ثانية وتسع نقاط ان شاء الله بعد نهاية المباراة ونشوف النتيجة اللي حضراتكم النقاط الفرق اللي انهت مباراتها لغايه دلوقتي عشان يبقى في متابعه للنتائج بتاعه المباريات لان لسه عندنا بكره ختام الدور الاول ويوم الجمعه راحه وبعد كده 3 ايام متتاليه سبت حد اثنين علشان نحدد فيها بطل الدوري وبعدين نبتدي مباريات الدوري السوبر ان شاء الله بعد انتهاء بطولة تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية اللي هتنتهي في منتصف فبراير تقريبا. طبعا أنا قلت لحضراتكم إن شاء الله في حفل القرعة لكأس العالم يوم 11/2 في القاهرة إن شاء الله هنا وغالبا إن شاء الله هيقام يعني في قصر محمد علي في منطقة المانيا. 66 57 الأوسي الجمال تصويبة ثلاثية ويحرز الجمال 66 60. أحمد الصباغ معتز عكاشة رامي معتز خطأ شخصي على كريم الدهشان على إبراهيم الجمال رميتين 15 ثانية وفي رميتين لرامي لاعب نادي الزمالك رامي ابراهيم طبعا دي حركات الخبرة من لاعب رامي ابراهيم بيفك ويربط رباط الجزمة عشان ياخد نفسه شوية لاعب دولي منتخب مصر
ويحرز الرمية الحرة الأولى 67-60. وتضيع الرمية الحرة. كريم الدهشان تصويبة ثلاثية من كريم وتضيع وخلاص كده زمن المباراة انتهى كده. حضراتكم فوز النادي الأهلي 67، فوز نادي الزمالك 67 الأهلي 60. ألف مبروك لنادي الزمالك وهارد لك للنادي الأهلي. كده يصبح رصيد النادي الأهلي 34 نقطة.